السلام عليكم سيداتي سادتي، أهلا وسهلا بكم إلى موعدكم الأسبوعي كل سبت مع برنامج استوديو المحترفين الذي سنتحدث فيه عن مخلفات الجولة 17 من الرابطة المحترفة الأولى موبيليس، وكذلك مباريات الرابطة المحترفة الثانية موبيليس، بالإضافة للمشاركة الجزائرية للنوادي الجزائرية على الصعيد الإفريقي كأس الكاف ورابطة أبطال إفريقيا. أسعد باستضافة مجموعة من الخيرين في هذا اللقاء الرياضي، بداية مع محلل التلفزيون مزيان يغيل. مرحبا أهلا وسهلا بك. مساء الخير أسقسم قاس للجميع بمناسبة طبعا العام الأمازيغي الجديد. أيضا أسعد باستضافة أخ وصديق ورئيس أولمبي المدية محفوظ بقلقال. مرحبا بك محفوظ. مرحبا بك أخ مسعود، وأنا جد سعيد بوجودي معكم بمناسبة أهنئ الشعب الجزائري بالسنة الأمازيغية، ونتمنى تكون حصة في المستوى إن شاء الله. إن شاء الله. أيضا ضيف ربما تعودتم عليه تشاهدونه خاصة في القناة الرابعة، شاب جزائري أستاذ جامعي تقني أكاديمي أرزقيت اسمك. مرحبا بك. مرحبا مسعود، السلام عليكم. أسقسم قاز وكثير من الصحة والعافية الجزائريين لكل الجزائريين. اليوم وكمفاجأة صار لمشاهدينا الكرام، نسعد باستضافة العائد بعد طول غياب خبير التحكيم وكبير خبراء التحكيم محمد زكريني. مرحبا بك سي محمد. مرحبا بك مسعود، جمهورنا الرياضي الكريم. أسقسم قاز، أنا سعيد دائما بوجودي معكم. ظروف القاهرة هي التي أبعدتني جميعا، أبعدتني عن التلفزيون. قلت نجي للتلفزيون نخدم، بلاك في يوم من الأيام أمي تشوفني ولا الله أعلم، قد تعود يوما ما. أشكر كل الشعب الجزائري، الأبي الذي ساندني من بعيد ومن قريب داخل الوطن وخارج الوطن. أشكر كل عمال التلفزيون الجزائري الذين ساعدوني وساندوني، كذلك كل القنوات الخاصة، كل الجرائد، الإذاعة الوطنية، كلهم الذين ساندوني، زملائي الحكام، كل الحكام الجزائريين أشكرهم جزيل. أشكر معالي وزير الداخلية والجامعات المحلية، أشكر معالي وزير الشباب والرياضة، وأشكر معالي وزير الاتصال، وأشكر المدير العام للتلفزيون الجزائري والمدير العام للإذاعة الوطنية الذين كانوا معني في هذه المحنة، وكلهم أصروا على عودتك لأن الحياة تستمر. طبعا محنتك هي محنة كلنا، ونتمنى العودة السليمة للوالدة الكريمة في أقرب الآجال. إذن أسعد باستضافة محمد زكريني وكل زملاء في بلاطو هذه الأمسية. رشيد، نبدأ معك كأس إفريقيا للأندية. طبعا الموعد كان مع المشاركة القارية بالنسبة للنوادي الجزائرية في دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم من لعشية اليوم. هزيمة قاسية لفريق شبيبة الثورة بتنزانيا أمام النادي المحلي سيمبا بثلاثية نظيفة، وأمس كان عودة موفقة والعودة بالزاد الكامل بالنسبة لفريق شباب قسنطينة الذي فاز بتونس على النادي الإفريقي بهدف دون مقابل. مزيان غيل، نتائج متباينة بالنسبة لممثلينا يعني خارج الوطن، شباب قسنطينة يتألق ويعود بالنقاط كاملة، وشبيبة الثورة التي تنقصه ربما الخبرة وأيضا سفرية إلى إفريقيا، هزيمة أمام سيمبا التنزاني بثلاثة مقابل صفر. أكيد أن بما يخص شباب قسنطينة نظن أنها قامت وشفنا مقابلة جيدة، قامت بمقابلة في المستوى بكل صراحة حسب الإمكانيات الفريق، وعلى هذا المستوى تظهر بعض النقائص التي ممكن راح تكون عائق لما تلعب داخل الديار. أما خارج ديار نظن أن شباب قسنطينة عنده إمكانيات ومهيئ بدنيا كما ينبغي لخوض مثل هذه المعارك. بالنسبة لشبيبة الثورة حقيقة هي هزيمة نظن مرة، ولكن تدخل في إطار تجربة الفريق، في مرحلة تجربة الفريق، ولما تدخل في دور المجموعات الهزيمة مثل ما مهما كانت يعني الثقل تاعها تبقى هزيمة، تبقى ثلث نقاط بالنسبة للخصم. وعلى شبيبة الثورة
أن تسترجع هذه النقاط اللي ضاعت داخل الديار؟ على الشبيبة شبيبة الثورة أن تسترجع وأن لا تفقد الثقة، لأنه هي بداية أولى، بداية على مستوى إفريقيا، على مستوى عالي، دوري أبطال إفريقيا في دوري المجموعات، في أول تجربة لفريق عمره 10 سنوات. الهزيمة ليست نهاية العالم، يجب أن تكون حافزا رزقي للعودة في بقية السباق، لأنه في المجموعات عندك فرص التعويض. عندك فرص تعويض. وبما أنه هضرت على التحفيز، أنا أود أن أشير إلى نقطة مهمة. هو الدرس يجينا من فريق شباب قسنطينة، لأنه فريق شباب قسنطينة يعطينا الدرس في اللي هو أنه الضغط يؤثر بشكل كثير على مردود اللاعبين. نقول كيف؟ نشوفوا مثلا البداية المحتشمة لشباب قسنطينة في البطولة، ونعرف مشاكل كثيرة، لكن دخل في منافسة واحدة أخرى، وهي المنافسة الإفريقية للاعبين. كان عندهم تحفيز واحد آخر، لأنه المقابلة التي تلعب في البطولة هي كرة قدم، والمقابلة التي تلعب في كأس إفريقية هي كرة قدم، لكن الطابع التنافسي بالنسبة لبطولة معينة يخلي اللاعب أنه تكون عنده تحفيز أكثر منه من بطولة إلى أخرى. هذا أولا. والحاجة الثانية، أعتقد بأنه المدرب الفرنسي يعني عرف كيفاش يعني يموبيليز يعني سي جوار اللاعبين تاعو، هذا وحدة. والحاجة الثانية أنه حتى في المقابلة، في مقابلات من هذا النوع، لاحظنا بأنه شباب قسنطينة تمكن من تسيير اللقاء. وهنا أود أن أشير لقطة ولا سمحت لي بصفة مختصرة، وهو أنه لعب مقابلة هو شيء، تسيير مقابلة هو شيء آخر. لأنه وين يبان بالشباب قسنطينة تسيير المقابلة تاعو كما يلزم الحال، لأنه نلاحظوا في الدقيقة 89 بالخير سجل الهدف، لاحظوا بانه في لحظه الهدف كانوا 4 لاعبين من شباب قسنطينه ايلزون كما يقولوا باللغه الفرنسيه ايلزون اكومباني لاتاك، يعني انه كانت هناك تسيير، كانوا ذكاء جماعي بالنسبه للاعبين في هذه المقابله. اذا خرجه موفقه للنادي القسنطيني الذي يتالق قاريا، وهو انجاز غير مسبوق بالنسبه لبقيه النوادي الجزائريه. محفوظ بوقلقال، شبيبه الثوره هي خرجه اولى، يعني ما لازمش يتاثروا بهذه الهزيمه، لانه نقدروا ويقدر فريق شبيبه الثوره انه يعوض في الجوله القادمه. وبالفعل فريق شبيبه الثوره هي اول تجربه له على منافسه افريقيه، ممثل الجنوب الجزائري الكبير. نظن هذه الهزيمة 3-0 لا تنقص من معنويات الفريق، بما أن هنالك 6 مقابلات في دور المجموعات، وربما تختلف المعطيات، لأن فريق شبيبة قسنطينة لعب في المغرب العربي، أما شبيبة الثورة سافر إلى جنوب إفريقيا إلى تنزانيا. على ما أظن هنالك ربما المناخ، وهنالك ربما نقص الخبرة، الرطوبة، لا ندري ماذا كان يجري في هذيك الملعب. المهم أن ممثلين الجزائر سوف يكون بصحة جيدة، وأنا متأكد بأن التركيبة البشرية للفريقين تبشر بالخير. ذكرني، راضي عن النوادي الجزائرية في هذه البداية؟ طبيعة الحال ما على بالناش برك في الثورة كيفاش خسرت 3-0 معنا، ولكن شباب قسنطينة ونصر حسين داي، يعني على بالي أوتوغو كاستان في شباب قسنطينة، واحد من كبار الحكام في إفريقيا اللي عنده التجربة، عنده الخبرة. نتائج حتى 3-0 ما هيش حاجه محسوب نتيجه في كره القدم. الهدف الاول سجل في الدقيقه الاخيره من المرحله الاولى. ما اللي انا في كره القدم اسمح لي فقط بما يخص شباب قسنطينه باش ما نطيحوش ثاني في يعني في ساتيسفاكسيون ونقولوا يعني خلاص الامر. النادي الافريقي عنده واحد 4 أو 5 لاعبين ما شاركوش في هذا اللقاء، ويتخبط في مشاكل ماليه كبيره جدا. اذا يعني المعطيات ممكن في مرحلة الإياب ربما رايحة تكون مختلفة جدا على الظروف اللي جرت فيها المقابلة. المهم أنه شباب قسنطينة وفق في هذه المباراة. محمد زكريني، على المستوى القاري حكامنا معنيين ببعض المباريات هذه الأيام؟ نعم، في مرحلة العودة عندنا تشامبيونز ليج، كان مصطفى غربال وعماري إيتشالي يروحوا للكوت ديفوار في تشامبيونز ليج، وعندنا بوخلفه وقراري وزرهوني يروحوا للمغرب الاكادير كاس الكاف. يعني عندنا دو تريو اثنين اللي شاركوا في هذه البطولتين. هذه القرية زكريا كونفورم، ما ظهرش عليك غياب طويل لمده شهور، دائما مع المنافسه القارية. نصر حسين داي انهزم خارج الديار بتونس أمام أهلي بنغازي بهدف دون مقابل، وكان في الإمكان أحسن مما كان سمي نور الدين علق على المباراة. كانت عن طريق
رقم 23 داو حذاري أول تصويبة والخطر لصالح الأهلي البنغازي. هاي الإعادة. نعم هنا كانت كرة من اللاعب بوبكر بوعقيلة. شوف الكرة نعم جنب بعيد من مواقي يطلب الكرة شوية ربما واحد سنين من هناك يطلب ينتظر الكرة والحارس كان خارج شاهده من بعيد. هاي الإعادة شوف المسا الحارس عبد الله الشعافي فعلا رقم 18 وليس 19. نعم وصلتنا المعلومات في آخر اللحظات. هاي كرة لصالح نصر في التصويب أرضية والدفاع. هاي الجهة اليمنى ممتازة الهدف والهدف ربما الهدف فعلا ضيع. يا سلام الرخنية يا سلام على تضييع مثل هذه الفرص. هل فيه أكيد ربما هاولها شوف هاي اللقطة ماش وراه المح اليد اسبا مردين اعتقد انه في هاي لمسه يد انا نعم لمسه اليد اليمنى تاع اللاعب طويل القامه يعني الاسمراني هو اللي لمسها فعلا ولكن لا ننتظر التصويبه من بعيد ممتازه مباشره الى الضغط قلت على الكره هاي كره هدف لو لعبها احسن والتصويبه والهدف جانبيه جانبيه كان ممكن ان الكره تكون على الجهه اليسار بس راح احسن كان يخرج وحده يعني بتمريره قصيره توصل اللاعب اللي طلب على الكره على الجهه اليسرى لاعب مواقي فعلا حذاري من الكره هذه في العمق صعبه والهدف في الدقيقه 94 وبعض الثواني شاهدوها. نعم شو الكره نور الدين مشات تقريبا الى المرمى مباشره ما لمسهاش لا ما نظنش انه لمسها لانه كانت موجهه كما ينبغي كان تطلب لما لمست عفوا الارضيه النتيجة النهائية هدف دون مقابل مزيان ربما سلبية النتيجة أولا في هدف لأنه صعب جدا التعويض ولو أن الأمر ممكن وممكن جدا أيضا تسجيل هدف في الوقت البدل الضائع هذا عدم التركيز يعني شفنا كرة ثابتة عدم التركيز في الدفاع وحسب المعلومات اللي عندي أنا على المقابلة نظن أن يعني نصر حسيني ما داش مقابلة كبيرة والفرص اللي أتيحت له يعني ما عرفش كيفاش يستغلها وسوء التركيز في نهاية المقابلة أدى إلى الهزيمة ولكن نظن لما الفريق عنده إمكانيات لكي ممكن يرجع في المقابلة المقبلة إن شاء الله وهو ما نتمناه ونتوقعه لأن النصرية ولاعبي النصرية يملكون الإمكانيات لتجاوز عقبة أهلي بنغازي في مباراة العودة وبالتالي التأهل إلى دوري المجموعات حتى تكتمل الفرحة بالنسبة لنوادي الجزائر الثلاث على مستوى دوري المجموعات بالنسبة لرابطة أبطال إفريقيا وكأس الاتحاد الإفريقي ندخل عالم المحترف الأول الموعد في هذا الأسبوع طبعا الجمعة والسبت كان مع إجراء 4 مباريات في ظل تأجيل بقية 3 مباريات بسبب ارتباطات النوادي ببعض أو بالمشاركة الإفريقية وأيضا تأجيل لقاء وفاق سطيف وأمل أو جمعية عين بليلة ذكريني معليش قبل ما نبدأ الصور تأجيل مباراة وفاق سطيف جمعية عين بليلة لأنه الظروف المناخية ربما كنا تابعناها لكن فيه بعض الحديث من هنا وهناك بخصوص كان من المفروض أو كان في إمكان حكم أن يلعب المباراة ممكن تعطينا رؤيتك التحكيمية القانونية في هذا الإطار سعود ما كاش ربما يقول ويناقول كاين قانون يقول أيوة. والذي يطبق القانون هو الحكم أيوة. سيد الحكم هو اللي يطبق القانون في سطيف كانت الظروف المناخيه وفي اللوا كاين اللوا ان لو تيرا الماده الاولى في الكتاب هي الملعب والماده الخامسه هو الحاكم الذي يطبق القانون والصلاحيه هو الحاكم أيوة. الحاكم راح للسطاد شاف الثلج معمر لامبراتيكابيليتي دو تيرا اتموسفيريك أيوة. هذا رباني الثلج يطيح الملعب مملوء بالثلج لما يكون الملعب مملوء نجي انا الحكم كاين قوانين هل
الملعب هل لو تيران دو جو أرضية الميدان تتطابق مع قوانين المادة الأولى؟ هل تتطابق؟ الحاكم شاف باللي كاين التلج، التلج ما تنحاش، ما نلعبش المباراة، لازم يكون الخطوط تبان، لازم يكون كاين واحد كون جابوا نحاو الاربيت ما يجيبش التراكس هو اللي نحيو الاخر. أيوه. الاربيت مشي الاربيت يجي للتيران يصيب لو تيران كونفور على ريغلومونطاسيون يلعب الماتش. شاف ما كاش من حقه لا يجري المباراة. زيد حاجة برك كان لما تلت حتى وتبدا المباراة يكون الحاكم له الحق أن يوقف المباراة لما يشوف صحة اللاعبين، صحة في خطر. مثال يكون تيران هايل التبروري الحجر يطيح بالتبروري كما أصحاب الشرق يقولوا البحروش. أيوة. راه يطيح. أيوة. الحاكم من حقه يوقف المباراة ويدي اللاعبين يحميهم، إذا توقف يكمل، إذا توقفش ما يكملش. هذه هي صلاحيات المادة الخامسة تسمح للحاكم أن يفعل ما يشاء باسم القوانين. وهذه الجولة المباريات التي لعبت من بين أكبر المستفيدين في هذه الجولة نجد فريق أولمبي لمديا التي تتحسن أحواله والذي تتحسن أحواله من جولة لأخرى في هذا الموعد وفي هذه الجولة تمكن من الفوز على اتحاد بالعباس بحضور محمد توزالي. حتمية الفوز أجبرت عناصر الأولمبي للضغط على دفاع اتحاد بالعباس مباكراً عندما بعد الحارس خضيرية تسديدة جوي في الدقيقة السادسة، محاولة حفزت قائد الفريق عدادي قصد الوصول إلى مرمى خضيرية الذي تصدى بنجاح للكرة الساخنة من عدادي في الدقيقة 11. انتعاش هجومي مكن بعوش سفيان من مباغتة الحارس خضيرية مسجلا الهدف الأول لأولمبي لمديا. هدف جاء بعد عمل جماعي قاده الثنائي جاي وسامر. ثلاث دقائق بعد ذلك عدادي جرب حظه بهذه التسديدة القوية التي وجدت الحارس العباسي أبعدها للركنية لتنتهي المرحلة الأولى بفوز أولمبي لمديا بهدف لصفر. بعوش سفيان في الدقيقة 71 كاد أن يضاعف النتيجة لولا وجود خضيرية في المكان المناسب. خمس دقائق بعد ذلك البديل بيرالام يعرقل داخل منطقة العمليات، الحاكم عوينا دون تردد منح ضربة جزاء في الدقيقة 75 لأولمبي لمديا نفذها بنجاح نفس اللاعب مسجلا ثاني أهداف المباراة لصالح أولمبي لمديا الذي ضيع فرصة سانحة لإضافة هدف ثالث بواسطة بعوش الهواري. الدفاع العباسي من على فوق الخط أبعد الكرة، كان ذلك في الدقيقة 86 لينتهي اللقاء بفوز أولمبي لمديا على اتحاد بالعباس بهدفين لصفر. نشكر يعني الأنصار تاع مديا اللي كانوا يعني رياضيين إلى أبعد حدود، وإحنا ينتظرنا عمل كبير وان شاء الله الان يعني نفكروا في مقابله القابله يعني القادمه ضد شباب القبائل ان شاء الله في بلعباس. يعني انهزمنا بصراحه يعني، ويعني تحيه كبيره يعني للحكام تاع المقابله رباعي الحكام اللي ادوا مقابله كبيره يعطيهم الصحه، وان شاء الله يعني نعوضوا هذه الخساره يعني يعني بفوز ان شاء الله ضد شباب القبائل في المقابله المقبله ان شاء الله. اسره النادي كلها كانت تبحث على التثنيقات خاصه في بدايه المرحله الثانيه، مهم جدا من الجانب المعنوي لتسجيل انطلاقه قويه في بدايه، وهذا الشيء اللي حققناه. نظن الاولاد ادوا ما عليهم مباراه في المستوى من بدايتها لنهايتها، مع نسجلوا انه واجهنا فريق منظم، فريق لا يستهان به، ولكن الحمد لله التثنيقات مهمة اللي تخدمنا في قادم الجولات إن شاء الله. إذن الأمور تتحسن محفوظ بوقلقال، الأمور راهي بخير وعلى خير. الحمد لله، فريق فعلا يسير من الحسن إلى الأحسن. ربما عندنا ست لقاءات بدون انهزام. أيوة. ثلاث أربعة لقاءات خارج النادي ولقاءين متتاليين فوز في إمام الياس. نقولوا بلي فريق أولمبي مديا استفاد من هذه مرحلة العودة خاصة بعد الاستقدامات أقول المدروسة. لاعبين سبق لهم تقمص في الألوان تعرفوهم نعرفوهم
يعني اندمجوا بسرعه مع الفريق، اضافه الى جلب اللاعب السنغالي دام جاي، لاعب جد مميز اقل في عمر 23 سنه، لاعب فيه ميزات اللي يساعدنا كقلب هجوم او لاعب ظهير ايمن او ايسر، لاعب سريع. نظن باللي الفريق الاولمبي مديا ايضا استفاد بتقني روابح ايضا اللي كانت عنده اللمسه تاعو، والمحضر البدني سي مراد كيوان غاديين خدموا عمل جبار، كل حال مشكورين. المقابله تاع اتحاد بلعبات كانت مميزه قبيله واثناء وبعد اللقاء. ايوه قبيله شفنا انصار لحمه واحده ازالوا 20 سنتيم فوق ارضيه الميدان، يعني كانت 8.5 يعني تجي الملعب الامنيه تقول مستحيل نلعبوا اليوم. ايوه لكن انصار هما اللي خرجوا الثلج، هما خرجوا الثلج. ايضا المقابله كانت اجواء الله يبارك يعني خير تاع الثلج والله يبارك، يعني شفنا اشياء مميزه. شفنا انصار تاع اولمبي مديا ايضا عادوا بقوه، اللاعبين كانوا مميزين جدا في ارضيه الميدان. نظن حتى فريق اتحاد بلعباس لم يكن فريق سهل، لا فريق بلعباس فريق ايضا فريق لاباس فيه، عنده لاعبين نظن حتى ما تاثرش بالذهاب بعض اللاعبين الكوادر تاعهم، عندهم لاعبين ولادهم وقفوا الند للند. ونظن باللي ثلاث نقاط مستحقه لنا، وان شاء الله راح تخلينا نكملوا هذا المشوار تاع ما تبقى من بطوله باريحيه ان شاء الله. والفريق يتسلق شيئا فشيئا، الان موجود في وسط الترتيب، هذا امر مطمئن. يعني لما فريق يستفيد من الراحه الشتويه هذا يحسب للمسؤولين بالدرجه الاولى مزيان. نعم، وبالنسبه لفريق اولمبي مديا قلناها وعاودناها وكررناها عده مرات ان قلنا بلي هذا الفريق يسير بعقلانيه وحسب امكانياته، والاهداف تاعو واضحه جدا يعني، وهذا الشفافيه في التسيير وحسن جلب اللاعبين يعني ممتازين حتى موش معروفين، ولكن لما يجيوا الاولمبي المديه يظهروا بوجه جيد، حتى الاختيار في المدربين في التقنيين يعني، ووضع الثقه في التقنيين، ما يغيروش كثير المدربين الا اذا كان اقتضى الحال يصير التغيير. كل هذه الاوامر تجعل ان فريق مديا من الفرق نقولوا العقله في المصطلح في 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 بطولتنا، ويمشيوا بامكانياتهم، وهذا عندهم اداره يعني يحسب على فعلا الرئيس. هذا امر يحسب للمسؤولين، الرئيس، لمحبي الفريق. ارزقتي اسمك، بشكل عام بطولتنا فيها كثير من المظاهر السلبيه ان صح التعبير، ولكن فيها كثير من المظاهر الايجابيه. مثلا فريق عنده امكانيات متواضعه، فريق اولمبي المديا، ينجح في تسير فترة، في تسير مرحلة ما بين المرحلة الأولى والثانية. بالإضافة هذه النقطة، وش الأشياء الإيجابية في بطولتنا؟ أولا الأشياء الإيجابية هو أنه هناك فرق في البطولة الوطنية تعطينا دروس، سنأتي إلى يعني لوكا تاع شبيبة القبائل هو متشابه نوعا ما مع أولمبي المدية. نلاحظوا بأنه الشيخ مزيان يغيل هضر بالشيء اللي قاله، هو ما نسميه عوامل النجاح، لي فاكتور دو ريوسيت، لأنه بدون عوامل النجاح هذو محال الفريق ينجح. عوامل النجاح هذو اللي قدرت الإدارة يعني توفرهم في محيط أولمبي المدية خلى أنه يكتسبوا روح المجموعة، وهذا هو الأهم في كرة القدم. اليوم كرة القدم الحديثة ترتكز بالأساس على روح المجموعة، سي لو كوليكتيف كي بريم افون لانديفيديوال، وهذا اللي قدرت اللي قدر يعني أولمبي المدية يكون يكون عند هذا الفريق. وهذا ليس يعني حتى ما نقولش الامور تقتصر فقط على العوامل الماديه، ولو ان الامور الماديه ايضا تهم وتخص اولمبي المدية سنتحدث عنها في القادم من دقائق المباراه. محمد زكريني، الكتب بزاف عندك والكراريز بزاف والاوراق عندك بزاف. انا كنا شتاع مباراه جمعيه تشلف او مباراه اولمبي المدية، هيكل واسطول راهم يقول لك الكره بيضاء ولا زرقاء مانيش عارف. والله عجيب، احنا في بلادنا كره قدم. الحكام هو عوينا، السيد عوينا والسيد كشيدة والسيد المساعد الثاني السيد عوينا. المباراة فيها ضربة جزاء وإن شفناها لا حبي يعاودها شرعية وصحيحة على غبار، لا يعاودها عطوها له عطوها له عرقلة داخل منطقة العمليات. أيوة كان يقول لك وانا الثلج بزاف على ما حبش، لا لكن من على ضربة جزاء وبعدين العرقلة واضحة واضحة يعني هنايا
لازم نذكروا السي زوبان، نشكروه بزاف مدرب تاع اتحاد بالعباس، لما قال احنا خسرنا التحكيم في المستوى. تمناو احنا كل الفرق اللي تخسر يعني يعطوا شويه حق للحكام، قال خسرنا ماشي احنا يا هاي العرقله واضحه، عرقله داخل خلاص خلاص اللقطه هذه واضحه، هاي بالنسبه صحيحه يا اخي، صحيحه الله غبار عليها. فيما يخص الكره وحتى الخطوط، الكره الخطوط يبانوا، نتكلموا على الكره. واحد حمراء واحد بيضاء، الماده لا لوا 2 هاي ليك لو بالون، الكره في كره كومبلي فيها ماده، الماده عندها 5 بوان. البوان الاول يكون سفيريك دائريه، البوان الثاني البوان يكون من 410 ل 450 الميزان تاعها، الوزن تاعها. يعني الميكادي مينيم كذا ماشي كيما السينيور 410 حتى 450 غرام، تكون لا ماتيير اللي مخدوم بها الكره اديكوات يعني ملائمه من الجلد كذا، كاينه اون ماتيير. والبالون لازم يكون عنده 3 كاين 3 برك، كاين فيفا كاليتي، فيفا ابروفيد، وفيفا اي ام اس انترناسيونال ماتش ستاندار. وكل ما يكونش فيها اللوغو هاد الثلاثه، ما يكونش في هذا اللوغو ما تلعبش، الحكم ما يلعبش الكره بهاد لي 3 بالون. بس وزيد واش كاين، كاين لا بريسيون نفس نفس النفس سي اونتر 600 100 غرام سنتيمتر كوب، هذه النفس اللي داخل الكره. هذول الخمس حوايج حوسولي في الكتاب، لا كاين احمر وابيض واصفر بالون، ما كاش واش هنايا لي بالون تاعنا تاع دركا، لا ماجوريتي البارح باش لعبتوا شنو الكره؟ زرقاء زرقاء بلو. دوك لي جابولاني كيفاش داير ملتي كولور، نشوفوا احنا في ليترونجي في لا روسي ولا حاجه، قضيه اللون قديمه، قضيه ما تكزيستيش في القانون، لا توجد. ولكن الناس كاع دوك لي بالون كاميرا مون كولور كاميرا كذا وقرب يزيدني علما. راك كفيت ووفيت كما يقال. نمر إلى المباراة الموالية والتي كانت ديربي قبائلي بامتياز، جمع بين شبيبة القبائل ومولودية بجاية. التقرير مع الزميل عبد الرزاق رمضان. في أجواء جد استثنائية صنعها أنصار الشبيبة عشية الاحتفالات برأس السنة الأمازيغية، استقبل الكناري مولودية بجاية في ديربي قبائلي مثير. الشبيبة بشعار تضييق الخناق عن الرائد والموب للتدارك وتصحيح المسار. المباراة أدارها الحكم الدولي لطفي بوكوسا، استهلتها الشبيبة بمحاولة أوتشي التي وجدت الحارس طوال عثمان في التصدي. دقائق بعد ذلك وبالضبط في الدقيقة 16، حمرون يبلغ الشباك بعد كرة طويلة من المستقدم الجديد بن شعيرة، لم يحسن محور دفاع الموب التعامل معها لينصب رزقي حمرون نفسه ملك المباراة بإمضائه للهدف الأول والأخير في المواجهة، محررا الأنصار ومسعدا الرفقاء. ضغط الشبيبة تواصل وأوتشي حاول بلوغ الشباك بعد انطلاقة رائعة من وسط الميدان، غير أن الحظ لم يكن لجانبه بعد أن جانبت كرته القائم الأيسر للحارس طوال. وفي المرة الثانية حاول أوتشي عن طريق تسديد، لكن الحارس كان في المكان المناسب. رد المولودية البجاوية تأخر حتى المرحلة الثانية حين أعطى بوعزة كرة لبخنشوش، إلا أن الحارس صالحي كان موفقا وأبعد الخطر. الشبيبة بحثت عن هدف الأمان فجاءت هذه الكرة الثابتة، ودائما طوال كان المنقذ. أوتشي الذي صال وجال وفعل كل شيء إلا ممارسة الهواية التي يهواها تسجيل الأهداف، لم تكن معه في هذه المواجهة. الدقائق تمر والجديد لم يأتي، وهنا الموب يطالب بالخطأ، غير أن تقدير الحكم كان عكس ذلك. مرة أخرى أوتشي يعود ويشكل الخطر ويرعب دفاع الموب والحارس طوال، وكالمرة السابقة توفيق لم يكن حليف النيجيري وربما سيكون في قادم المباريات. وفي الخمس دقائق الأخيرة للمواجهة المثيرة والشيقة طالب عناصر الموب بالخطأ وضربة جزاء،
الحكم لطفي بوكواسا كان قريبا وطالب بمواصلة اللعب وتقديره أن لا وجود للخطأ. فيما من الجهة المقابلة المستقدم الجديد بالغربي يضيع على نفسه وفريقه تسجيل الهدف بعد كرة على طبق من بالقاسمي، والمباراة تنتهي لصالح الكناري الذي استهل السنة الجديدة بأحلى انتصار. الشبيبة بعد هذا الفوز على بعد نقطة واحدة من الرأي اتحاد الجزائر في انتظار تسوية رزنامة البطولة الوطنية. رزقي، دربي قبائلي كبير، بشكل عام الدربيات هل هي في مستوى بطولتنا أم هي أقل من المستوى؟ هي تقريبا دربيات، يعني هي ثقافة كروية قبل كل شيء، لأنه نلاحظ بأن الدربيات فيها حماس أكثر مقارنة، لأنه الجيران في بعض الأحيان يلعبوا، ولا الإخوة نقولوا يلعبوا في بال، وبالتالي فيها حماس ومستوى ربما تقريبا أكثر. لكن فيها كما نقولوا سي ليماج كي فيكول، يعني هي الصورة تاع كرة قدم تاع بلد معين. كما نعطيك مثلا الدربي الكبير في الجزائر هو دربي مولودية الجزائر واتحاد العاصمة. هذا الدربي من هذا المستوى يعبر عن صورة تاع بلد من حيث الأنصار، من حيث المستوى، من حيث الكثير من ثقافة كروية. عجبك دربي شبيبة؟ بكل صراحة الدربي من ناحية المستوى الفني لم يرتقي للمستوى المطلوب من ناحية الإثارة، من ناحية النسوج الكروية، لكن المستفيد الأكبر كانت شبيبة القبائل فعلا. ومن بين الخاسرين في هذه الجولة ربما فريق مولودية بجاية الذي ما زال يبحث عن نفسه. بجاية بكل صراحة يعني ما زال ما كنا ننتظر منه الانطلاقة، ولكن إلى حد الآن هو ثابت يعني في مكانه، عنده صعوبات داخل الديار، يخسر خارج الديار، يعني التوازن مازال ما ظهرش في هذا الفريق، وعليه أن يلقى الحلول بسرعة، لأن الفرق اللي راهي وراه راهي بدأت تكسب نوعا من الثقة والنقط كذلك، ويلتحقون بجال ممكن رايحة تصبح مع الفرق اللي تسارع نحو البقاء. مزيان شبيبة القبائل 4 هزائم متتالية، والآن الفريق يعود إلى سكة الانتصارات بدون عقدة على بعد نقطة واحدة من الرأي. يعني هذا ربما هذه السنة يعني قوة ثابتة يعني بكل صراحة، فريق لبس به، فريق يلعب كرة نظيفة بعض الأحيان، لأن لاعبين الشباب يعني بعض الأحيان يعني يجوزوا على المقابلات ما يديوش المقابلات في المستوى المقبول، ولكن عامة المستوى تاعهم اللي ظهروا بهذا السنة مقبول جدا. وهذه المقابلة ضد بلدية بجاية أكدوا الفوز اللي حققوه في الثورة، فأكدوا خلال هذه المقابلة. أنا أريد أن أضيف نقطة فيما يخص يعني شبيبة القبائل، لأنه سبقت وقلت بأن شبيبة تعطينا دروس، تعطينا الدروس من حيث التنظيم، لأنه كثير من رؤساء الأندية واليوم حضر معنا الرئيس يقول لك أنا ما قدرش نبني فريق لأن هناك ضغط شارع. هذا يعني كلام متداول، لكن عندما تكون الأمور واضحة منذ البداية، رئيس شبيبة القبائل ومسيرين أكدوا لجمهور شبيبة القبائل بأننا نحن بصدد تكوين فريق. وعندما تكون يلا كوميونيكاسيون، عملية اتصال والتواصل مستمرة ومفهومة، لغة مفهومة وواضحة. لاحظنا أنه حتى رئيس شبيبة القبائل البارح كان قاعد في المدرجات مع المناصرين ولم يتعرض له أي شخص. عندما تكون لغة التواصل، لأنه لا كوميونيكاسيون أخ مسعود ديريكت الفي بارتي، لا الفي بارتي دو معادلة، حنا كي نقول معادلة التدريب سي اون ايكواسيون، لا كوميونيكاسيون اون في بارتي، عملية اتصال والتواصل تكون فيها الأمور على خير بالنسبة لشبيبة القبائل حتى الآن. ذكريني حتى على نجاحات الدربيات، الجمهور، الأهداف، ماركه بيت شباب، المطار دار شانجمون مليح، ديربي كبير. ايوا واش نسى العربيه اللي تفكروا حنا كي يديرها ما قال واحد ما قال لا خش ما دار والو سي فرصه. بون سيد بيكواس في الحكم الدولي بمساعدة الحكم الدولي المساعد الأول سيد نبيل بونوا، والمساعد الثاني الحكم الفيدرالي محمد عزريز. كل صراحة أنا شفت المباراة بأكملها، ولا خطأ واحد لم يرتكبه، خطأ واحد أدى مباراة في المستوى. ما ننساوش لما تولي زانجريديان كاينين، كل روح رياضية العالية،
تنظيم البون دو توش تنظيم. لما تشوف رئيس فريق يطلع للتريبيون معناها ان كاين ميساج. انا سمعت السيد عرب تاع مولوديه الجايه وسمعت بن عبد الرحمن لما يتكلموا يعني ايزون اولوري لا جورني تاع يناير باتم معنى الكلمه. يعني كان حفل كبير. لما يكون الحفل كبير واللاعبين وكانت النديه داخل ارضيه الميدان مباراه ما سهله ديربي كبير نقاط من ذهب ولما تعطيني كره انا نعطيك تحكيم في المستوى. أنا يا رجل الجولة الحكم سيد بيكواسا لطفي مع المساعدين رجل المباراة ورجل الجولة يعني بكل صراحة هو أحسن من اللاعبين يعني بكل صراحة. بالنسبة لي أنا المقابلة بالنسبة للحاكم كانت مقابلة سهلة لأن كما قلت فيه تنظيم يعطيك الصحة كل واحد في مكانه يعطيك الصحة مقابلة سهلة ولكن الحاكم حتى في المقابلات الصعيبة لما يقوم بواجبه لما يقوم بتطبيق القانون حق بالحق يعني حتى ولو ما يرضوش عليه ما يحاسبوش فعلا ما يحتاجوش ولكن الحاكم هذا احنا نقول دائما بلي الحاكم هذا حاكم الحاكم هذا بشر انسان كما انت الاخطاء كانت وما زالت وستبقى الاخطاء التحكيميه. الحكم هذا البشر الانسان لما من الدقيقه الاولى الضغط 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 هذا عنده مخ عنده دي سيلول عنده هذا بشر قوه الضغط بريسيون 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 يخطئ. لما تلعب البارح كي جياسكا والموب لعبوا كره القدم لما تلعب انساو لي ديريجون لي سيبورتور لي جوار انساو الحكم. الحكم كان في المستوى كان في المستوى ولا كل دقيقة تجي تحكمني كل دقيقة تطبعني كل دقيقة يدفع يحكمك على كل كارتون يدفعك هذا هو احنا نقولوا تطبيق القانون أو يطبق القانون مهما كان مستوى كاين ظروف كاين محيط كاين عدة أشياء لابد أن نشارك فيها الجميع لكي ينجح التحكيم ينجح مباراة في كرة القدم. محمد عندك لقطة في المباراة هذه ولا ما عندكش؟ كاين هذيك اللي طلبوا فيها ضربة الجزاء أعطنا اللقطة هيكل ومحمد السول ورشيد ميكيداش أيوا هاي عندك اللقطة هذا هو لا ماشي هذه هنا ما ولا خطأ هنايا لا عاودها زيد عاودها له نوري له شوف مليح شوف ها شوف رجلو له فيمن توشات ما توشات ولا في حاجة فعلا ولا خطأ على أنا قلت لك تبعت المباراة من بدايتها إلى آخرها شوف هنا وش ها ولا حاجة ما دارها له واضحة الصورة هي واضحة هذه الصورة واحدة جيب لنا الصورة الثانية هاي واحدة اللقطة الثانية هذه في الهوندبول يقولها بينيتراسيون دو فورس اللاعب راح ما بين اثنين لاعبين دخل شوف مليح اللاعب هاوليك وراه اللاعب راح ويجري واحد ما التقى به الالتحام موجود لابد ان يكون هناك التحام لان احنا ماناش نلعبوا في التنس نلعبوا في كره القدم كره القدم فيها الالتحام لازم تكون خطا من الاخطاء 12 اذا ما كانش خطا من الاخطاء لا وجود لمخالفه ذكرني لك خطفت الاضواء اليوم كالعاده في كل برامج او في برنامج استوديو المحترفين سي محفوظ امور تتحسن ولله الحمد من ناحيه النتائج حتى من ناحيه الاقبال الجماهيري اعداد كبيره هل تحسنت الامور من الناحيه الماليه هي بكل صراحه يعني من شهر جويلية حتى يومنا هذا يعني ما دخلت حتى سنتيم في الرصيد الفريق يعني تصور الفريق عن الامرين يعني من الناحيه الماليه لكن هنالك شيء مهم هو التفاف المسيرين على الفريق ما يخليوش هذيك الثغرات ولا اللاعبين يحسوا باللي ما عندناش الاموال احنا دائما اللاعبين عندنا قابلوهم ما عندناش نقابلوهم لكن اليوم او الامس فريق عاود رجع لي سبونسور للقميص كل حاجه الحمد لله رجع شركه جيكا بمناسبه نشكروها ايضا شركه كيا الجزائر وايضا السيدار كل حال الحمد لله وبالمناسبه يعود الفضل هذا لكل المناصر وفيق تاع الفريق اوليبيم ديا اللي دائما وقف معنا هو سيد معالي الوزير محجوب بالدار اللي مناصر هو كل حال مناصر يحب الفريق ويلتف مع الفريق لعب سابق ويحب الفريق تاعنا في الحراش ولا في الحراش وبين عناصر يعني ما قصرش معنا لكل حال بدون نسيان ايضا السلطات المحليه على راسها سيد الوالي اللي يعاونوا الفريق بكل قدر المستطاع وما خلاناش يعني دائما يسال يعني نجي زورنا نظن بلي الفريق ان شاء الله يكون في احسن احواله وحنا حنا حنا كفريق بكل صراحه انا نقولها للامانه ماهيش عاد في الجزائر بكل صراحه انا نقولها اليوم لان كنا نشوف فرق تاخذ الملايير فعلاً وفرق فعلاً. يعني ما تاخذ ولا شيء انا نظن بلي احنا رانا كل ابناء الجزائر نظن لازم تتغير هذه السياسه
حتى يكون الفرق في كفة واحدة ومن بعد نحاسبه. أنا الحق يقال في هذا الإطار. نتمنى تكون عدالة في قضية توزيع الأموال أو الشركات التي تسير الفرق. لكن الحق يقال أيضا الخيرين الميسورين محبين الفريق ثاني الأمور تبدأ من ولاة البلاد. فعلاً. يعني قبل ما نحاسبه ربما على مستوى عالي في الوزارات في المؤسسات وفي الدولة يعني حتى على الأقل يبدون النية الحسنة المسيرين المحبي الفريق صناعيين كثيرين موجودين ميسور أحوالهم يحبوا الفريق ويتمنوا الفوز يعني يتقدموا هما كمرحلة أولى في انتظار يكون دعم آخر من السلطة. يظهر لي أن يعني فيه بعض المجهودات اللي تبذل من طرف السلطات اللي يعني تدريجيا وهذه المرة يعني مش كما ربما الإصلاح الرياضي اللي كان من قبل ولكن نظن أن فيها نظرة جديدة بالنسبة لتمويل الفرق بشركات وطنية في إطار الاحتراف هذا فيه نوع بعقلانية لأن الجانب التقني الآن يعني تركوه للتقنيين أما بالنسبة للتسيير ربما شركات الوطنية راح تدخل في تسيير نواد أنا هذا اللي يظهر لي هذه المرحلة الأولى. مرحلة ثانية راح يكون ربما أحسن توزيع الأموال وتمشي الأمور بعقلانية وراح يكون يعني نظرة جديدة في تسيير الكرة الجزائرية ولهذا ربما سي محفوظك مطمئن يعني تشوف بلي الأمور تتحسن. لا الحمد لله الأمور تحسنت يعني مقارنة بمرحلة الذهاب مرحلة العودة الحمد لله هنالك بوادر خير كل حال اللاعبين كي تعطي لهم الأجر تاعهم في وقتهم راح تقدر تحاسبهم حتى المدرب يقدر يقول لك نخدم آليس يعني يكون اللاعبين خالصين ربما يبقى يسال شهر ولا شهر ونص ولا شهرين معليش يبقى بصح اللاعب يبقى يسال خمسة شهور ستة شهور راح يدخل الفريق بدوامة وهنايا ما تمشيش الأمور كما يحب المدرب ولا الإدارة فنظن باللي العمل يكون ان يكون يعني كمجتمع يعني كالاداره سلطات محليه وايضا الممولين يجوا في وقتهم هنا النتائج راح تكون ان شاء الله في احسن في وقتها. وتحيه لي سي بدا محجوب مطلوب منك ان تقف مع الفريق الى ابعد نقطه ممكنه في هذا الاطار في هذا الاطار اريد ان اضيف نقطه بالنسبه للشيء اللي طرق ليه الشيخ مزين إغيل. احنا لازم نفهموا بان كره القدم عباره عن انتاج سي تون برودكسيون يعني ممارسه كره القدم انتاج هذا الساعه ماهوش ما فيش الفائده ما فيش الفائده هذا هو المشكل بانه يعني شكون اللي حاب يستثمر في شركه لا والاكثر من هذا بانه كره القدم اصبحت تنتج عكس ما يجب انتاجه في الجزائر يعني كره القدم عوض ما تنتجنا ان سبيكتاكل أي تنتج في العنف رانا مازلنا اليوم نتحدث في مشاكل عدم استقال مدربين عدم استقال لاعبين رواتب اللاعبين اصبح وحشيه احنا نحكيوا في لابراس على رواتب اللاعبين ها مثل هذه المشاكل نورمالمون يكون فريناها منذ الزمن يعني عندنا الان 8 سنوات في الاحتراف مرحلة لازم بداية من دون شك لازم تكون صعبة لازم ولكن ما لازمش المرحلة الصعبة الطول ما لازمش تطول لأنه قد طول المدة قد يكون ضحيته نوادي مثل الأولمبي المدية وفرق أخرى على كل حال نتمنى أن تتحسن الأوضاع بالنسبة لكل نوادينا. النتيجة الأثقل في هذه الجولة كانت من جانب فريق مرودية الجزائر الذي ضرب بالقوة الرابعة أمام فريق دفاع تجنان بحضور عبد الرزاق رمضان. في أجواء ماطرة ومن دون جمهور استقبلت مولودية الجزائر دفاع تجنانت وعينها المواصلة في ديناميكية الفوز أمام فريق قدم العاصمة من أجل العودة بنتيجة إيجابية فكان المبادر وأول المحاولات جاءت من الطيب محمد الذي منح كرة على طبق لعطوش المنفرد بالحارس هذا الأخير يهدر فرصة فتح باب التسجيل حدث ذلك بعد مرور 18 دقيقة لعب كرة حركت عناصر المولودية فردت بقوة في الدقيقة 27 حين تمكن سويبع من بلوغ شباك الحارس مقرني بعد كرة ثلاثية متقنة بين بن علجية حدوش وسويبع والمولودية تنهي المرحلة الأولى بالتفوق مع بداية المرحلة الثانية بحث أشبال عمروش عن فرض سيطرتهم وتسجيل هدف الأمان لكن سويبع لم يستغل جيدا فتحة بن علجية عماشي حاول الرد من الجهة المقابلة غير أن تسديدة البديل آدم إزغوتي لم تكن متقنة حشود حاول عن طريق الكرة الثابتة كرته تجد مقرني في التصدي
محاولات الدفاع تواصلت بغية تعديل النتيجة، لكن في كل مرة نقص التركيز والتوفيق غاب، عكس المولودية التي تمكنت من مضاعفة النتيجة هذه المرة بفضل حدوش زكريا في الدقيقة الواحدة بعد 60. هدفان لصفر نتيجة كان لها الوقع السلبي على تشكيلة اليمين بغرارة التي لم تستطع مجاراة رتم المولودية لتهز شباكها مرة ثالثة. حدث ذلك في حدود الدقيقة 70 عن طريق عبد الرحمن بورديم. هدف التقليص لدفاع تجنان جاء قبل 5 دقائق عن نهاية المواجهة إثر كرة ثابتة نفذها دمان حمزة ووجهها بإحكام البديل ساي أنور. مرة أخرى دمان حمزة حاول بطريقة ذاتها، لكن هذه المرة كرته جانبت القائم الأيسر للحارس شعال. وقبل دقيقة عن انتهاء الوقت الرسمي للمباراة سويبع يعود مرة أخرى ويزيد من متاعب دفاع تجنانت بإمضائه للهدف الرابع للمولودية التي أنهت اللقاء ب4-1. والعلامة الكاملة للحكم بن براهم وطاقمه على الأداء المميز في هذه المواجهة. 4-1 هي النتيجة النهائية لمباراة مولودية الجزائر. دفاع تجنات نبدأ من حيث انتهى عبد الرزاق رمضان، قال العلامة الكاملة لبن براهم. نعم، نعرف حقيقة ولا مجاملة؟ لا، 4-0 4-1 أو يكلو يعني ما كانش الجمهور. سيد بن براهم يدير بوفاصة لما قال، هو صحفي ومتتبع، لما يقول تحكيم في المستوى معناه أنهم أدوا المباراة في المستوى. أكيد أنا وما نساوش في ما كانش ضغط من دون شيء. يودي الضغط مازال قدام. وما نساوش حنا يا بن براهم اختير هو وغربال ما بين 22 حكم عربي من إفريقيا وآسيا لإتمام الربع النهائي والنصف النهائي والنهائي تاع كأس العرب. كان في جدة داروا الاختبارات، داروا و 16 سيمينار تربص، هو وغربال اثنين من بين 22 اللي اختاروهم باش يكملوا البطولة. معناه هو مصطفى غربال يعني من خيرة الحكام اللي راهم عندنا هنا في البطولة تاعنا. ونتمنى أن تتسع القائمة لأكبر عدد ممكن حتى نحظى بالتمثيل على مستوى العربي والإفريقي. بالنسبة لحكامنا مزيان يغيل، عبد الرزاق رمضان حاضر هذه المباراة، قال أنه هزيمة دفاع تجنانت لا تعني أنه كان فريقا سيئا ولا فريقا ضعيفا في هذه المباراة. كالعادة الفعالية كانت 100% من جهة مولودية الجزائر. شفنا الفرصة الأولى اللي عطوش يعني خرج وحده أمام المرمى، يعني غريب جدا، غير المباراة يعني ضيع فرصة مثل هذه. يعني بكل صراحة لاعب ممتاز عطوش، ولكن تنقص الفعالية. لو كان جات عنده الفعالية يكون من أحسن لاعبين قلب هجوم أنا في بلدنا. الكثير من المرات ولكن تخونك الفعالية تدفع الثمن. نعم، كاش كما يقول. نعم، ولذا نظن أن ربما التوظيف تاعه في كقلب هجوم ربما على إعادة النظر في هذا التوظيف. هذا الوضعية. مولودية الجزائر. مولودية الجزائر مركز ثالث، رجعت الآن والآن أعلنت بصراحة أنها سوف تنافس وتلعب على اللقب، وهذا راح يزيد الحماس في البطولة تاعنا، وهذا إن شاء الله يبشر بخير في المقابلات المتبقية إن شاء الله. محفوظ، بصراحة يعني بكل واقعية، ماذا أضاف توفيق الوابح للفريق؟ توفيق الوابح هو مدرب يملك الكاريزما، يخدم بعمل بهدوء، يعني يحب الخدمة تاعه، وقف على الفريق تاعه، على الفريق تاعه. نظن باللي توقف البطولة في مرحلة الذهب أفادتنا كثيرا في المرحلة الشتوية، خاصة أنه بدأ هو مع نهاية المرحلة الأولى. بالفعل طول الوقت فعلا يعني استغل هذه الفرصة مع برج بوعريض، توقف البطولة ورحنا إلى تلمسان، قمنا بمعسكر تدريبي ب 10 أيام. نظن باللي الوابح وقف على كل كبيرة وصغيرة على الفريق. نظن باللي المدرب هذا من المدربين اللي يحب يعني تمشي الامور بدقه، يعني بكل صراحه، يعني يحب يعني بالعاميه نقدر نقولوا العقليه تاعو صعيبه، مش صعيبه بكل انا نحب العقليه صعيبة. يحب الامور تمشي واضحه أيوة. بكل صراحه ماشي صعب هذا، وحنا في العادي ما نحبوش الامور تمشي بالصرامه. هو كمدرب يحب خدمته، يحب الامور تمشي واضحه، تعطيني كلمه تشد في كلمتك. هذا هو مشكلتنا، هذا الغم الوضوح. لا، ياهو عندهم الحق يقول لك وضوح لازم. بعض المدربين ما يقبلكش انه
لما تعطي له كلمة وتعطي كلمة اللاعبين وما توفيش بالعهد تاعك، أو لازم تدير تربص وما تقول ما نديرش تربص. كاين بعض المدربين اللي يعني تصعب عليه العمل في مثل هذه الظروف. والشيء الذي يسمح لي أخي مسعود، الشيء اللي عجبني في توفيق الرباح أنه خارج الديار يلعب الهجوم، يعني يغامر، ما عندوش يغامر، يعني مقابلة السابقة لعبنا مولودية الجاية في ملعبهم بثلاث مهاجمين، شيء أعجبني، يعني شيء مدرب كأنه يبعث برسالة للاعبين، أريد أن أفوز في المدية وخارجها، ولا أريد أن تقولوني أنني ألعب في المدية أو خارج المدية، أريد فريق بثقافة الفوز. هذا الشيء الذي أعجبني، وربما هذا مدرب تاع مشروع تاع سنة أو سنتين أو ثلاث سنوات، لأن الاستقرار الفني حتما ستكون نتائج حتما. فعلا، وهو مدرب يملك خبرة كافية خاصة على الصعيد العربي، لأنه العمل في عدة دول في الخليج، ونعرف أن العمل في الخليج رغم وفرة الإمكانيات المادية لكن صعوبة العمل في الخليج. هو رجل ذو مبادئ، تصور مزيان، أنا نعرفه معرفة شخصية على كل، لما كان شباب الوزاد في مشاكله استلم زمام الأمور وتلقى رواتبه كاملة. الرجل عمل 3-4 أيام، لما شاف الأمور غير واضحة رجع لهم أموال ومشى. واحد آخر كان ممكن يشد الأموال يمشي. مدرب يعني مدرب يحترم نفسه، يحترم المهنة تاعه، وإذا كان مش ممكن أنا أقوم بالعمل أنت كرئيس تجي عندي وأنا نشوف باللي الظروف ما تسمحليش باش نقوم بالعمل، علاه نبداو المغامرة ونوليو في المشاكل. ايوه، اضافه فقط فيما يخص موضوع، انا هضرت على شخصيه المدرب، وهذا شيء مهم جدا في كره القدم، لانه اليوم المدربين معنا مدرب كاريزما كبيره، وكان لي حصل لي شرف، انا خدمت معاه في اتحاد العاصمه، كنت في هذاك الوقت ستاجير وهو يشفى. احنا نقولها حتى من الطلبه في الجامعه، نقول لهم تقدروا تشريوا دي لوجيسيير فيما يخص التكتيك، تقدروا تشريوا دي ليفر، مي ما تقدروش تشريوا ان بيرسوناليتي، الشخصيه تبنى ولا تشترى، كاين امور لا تشترى. لماذا؟ لانه اليوم المدربين لي زونترينور اون شيف هما يجيبوا معاهم طواقم فنيه ذو كفاءه عاليه، لكن المطلوب من المدرب لونترينور اون شيف سكي دوموندي ا لونترينور اون شيف سي يقول لك لا جيستيون دو جروب، تسيير المجموعه، وتسيير المجموعه تتطلب شخصيه صلبه، وهو ربما ما يتوفر عليه المدرب الواحد. هو رزقي كان في تربص في اتحاد العاصمه، ولما كنت انا نشرف على الاتحاد العاصمه كمدرب، يعني هو وكان عندها شحال دوك واحد سبع سنوات، يعني كان يعني شاب ولكن يفهم، يحب يفهم الصغيرة والكبيرة، وعلاش هذه وعلاش هذه، على هدير هكا، أتمنى أن يكون عنده مستقبل مبهر يعني. مادام هو أستاذ جامعي لما لا يكون على في مهنة التدريب، يعني في الميدان، وبالتالي قدم الإمكانيات النظرية اللي عنده في أرضية الميدان. إلى المباراة الموالية والتي لعبت اليوم، ديربي عاصمي بين شباب بلوزداد ونادي بارادو، بتعليق عبد العزيز بن سالم. تعود للشباب، كرة مشتركة بين عطية ومسباح، عطية تسديدة، لكن التدخل الدفاعي باستماتة بوشينا إلى ركلة ركنية. هذا هو المطلوب من فريق شباب لاحظ الإعادة بالعرض البطيء، سدد ولكن الاستماتة الدفاعية موجودة، بالغ محاولة التوزيع العرضية الأرضية، لكن لا يوجد إلا المدافع نساخ مرة أخرى للشباب، التسديدة لكن بوشينا مرة أخرى في مرحلتها الثانية، وهذا هجوم آخر للشباب لسعيود، يحتفظ بالكرة، يهيئ كرة ممتازة، التسديد لكن بين أحضان توفيق مساوي، ظهير أيمن عصري بكل المواصفات، لاعب المنتخب الوطني، التمرير في العمق، كاد الأتلتيك أن يسجل الهدف الأول في المباراة بهدف عكسي، لاحظ الإعادة في الكرة الماضية، التمريرة كانت في العمق، لاحظوا بين المدافعين، وكداد بكرة عكسية كاد أن يباغت مرماها، بوشار في وسط الدفاع يخسر هذه الكرة، حذاري رياض بن عياد، ماذا يفعل رياض؟ محاولة التوغل والتسديد مرة أخرى، التهديد يأتي من الأتلتيك، رياض يتلاعب بالمدافعين، يهيئ ويسدد ولكن لحسن الحظ، سعيود أمير يتقدم، ماذا يفعل سعيود؟ يمرر على الجهة اليمنى، محاولة التوزيع، التهديد، أول تهديد لشباب بلوزداد بالرأسية والارتقاء، لكن ركنية الأتلتيك يضغط، يحاول الرأسية مرة أخرى،
الأتلتيك يضيع فرصة مثالية للتهديف. هنا نشوفوا الركنية يعني وين فريق البارادو ضيع يعني هنا ضربها في الحارس. الأتلتيك يستعد للتغيير الثاني في هذه اللحظات. كرة أخرى بولخوا مرة أخرى. التسديدة العرضية والشباب كاد أن يضيف الهدف الأول. كان محققا. لاحظوا الإعادة الكرة للماضية والرأسية جرار وحده هنا لوحده يعني كان بالإمكان أن يراقب وكان يملك المساحة والوقت ولكن توفيق مساوي تألق بشكل مثالي ورائع على قد مرمى ولكن كان قادر يحط الكرة في القائم الثاني لتحت وشتال على الجهة اليسرى يراوغ يحاول التمرير التوزيع الشباب يضيع فرصة هدف حقيقي لشباب بلوزداد لاحظوا الإعادة العمل الجيد كان من شتال وأبو سفيان يضيعها بطريقة غريبة المباراة انتهت كما بدأت رزقي الشباب لا كنت راح نشير إلى نقطة مهمة لو تلاحظوا معايا في ترتيب لحد الآن لاحظوا بأنه في المرتبة 14 كاين اتحاد بلعباس 15 تاجنانت وفي المرتبه الاخيره كاين شباب بلوزداد هذه نفس الفرق العام اللي فات كانت تصارع في الموسم الماضي كانت تصارع من اجل البقاء انا واش نلاحظوا اولا حبيت نهضر على حاجه مهمه هي غياب الاستراتيجيات في الفرق تاعنا اذا كانت العام اللي فات كما احنا لعبت على النزول لماذا لم تقوم باي شيء من اجل اعاده النظر في مثل هذا الامر هذه وحده الحاجه الثانيه هناك أنا أعيب على بعض الصحفيين اللي عندهم دور مهم في البطولة الوطنية استخدام بعض المصطلحات اليوم الهبطة ولا النزول للقسم الأدنى أصبح يقول لك الهبوط إلى جحيم القسم الثاني ولا الهواد لماذا استخدام هذه المصطلحات القسم الثاني إذا فريق شباب الوزداد ولا مولودية أي فريق هبط ولا نزل القسم الثاني لا يعني انه الجحيم هذا يدخل اخ مسعود يدخل في يعني دون لو كورسوس ولا لو باركور دون ايكيب ما لازمش يعني نضخموا الامور فعلا. لانه اصبحت قضيه موت تقريبا كل الفرق تاعي ينزل يبدا نو يفو ابيزي ام تي بو فعلا هذا امر يعاب على بعض الاقلام وبعض الصحفيين النزول ليس نهاية العالم هو ربما تضييع للوقت وخسارة أموال أيضا تأثير على الأنصار لكن ليس نهاية العالم مزيان يغيل شباب الوزداد يراوح مكانه برغم أنه توقعنا أن الأمور تتحسن في ظل تحسن الأمور المادية وتسويد بعض الأمور يعني لما نشوف المقابلة تاع اليوم كانت مقابلة ممتازة يعني ولكن شوف يعني الفريق اللي أو اللاعبين اللي يلعبوا في ظروف خاصة لاعبين شباب الوزداد عليهم ضغط كبير يعني بعد ما شفنا في المرحله الاولى ان اللاعبين كان لان ما كانش عندهم الامكانيات ما كان عندهم حتى يعني اللاعبين كانوا يلعبوا براحة لأن ما عندهم أي ضغط من أي واحد ولا من الجمهور لأن ما يطالبهمش بالنتائج الإيجابية لأن المشاكل يعرفوا المشاكل تاع الفريق هما ما كانوش خالصين ما كانوش الرواتب تاعهم موجودة إذن كانوا يلعبوا بأريحية داروا يعني المرحلة الأولى يعني حتى كاتاستروفيك يعني ما كانش أسوأ ربما بداية موسم لفريق مثل ما قام به شباب الوزداد أما الأمور رجعت إلى مجرها وصبح فريق يعني لما تشوف الآن شباب الوزداد فريق محترف وفريق يعني مسير تسيير جيد وبمجيء المجمع مدار بحضور سعيد عليق بحضور المدرب عمراني كل الظروف الآن مهيئة لكي يكون فريق يحقق النتائج ولكن شوف العامل اللي يجعل أن كل هذه الأمور تصبح معقدة وهو الضغط على اللاعب الضغط من الناحية النفسية لأن اللاعب محرر من كل الجوانب المادية
أصبح ضغط تقني على اللاعب، وهذا نشوفه الفرص اللي تضيع. ما عندش تفسير إلا الضغط. يعني صعيب غريبة جدا تضيع بهذه الطريقة. بهذه السهولة في هذا الظرف الصعب بالنسبة للاعبي خاصة شباب بالوزداد. تحكيمي أن محمد زكريني. سعيدي حج سعيد عياد بكل صراحة مباراة فيها أكثر من 40 مخالفة. يعني شيء كثير، في اندفاع بدني كثير وكثير جدا. يعني كانت صعبة صعبة في حالة تحكيمية واحدة لم يضرب الجزاء. راح نشوفوا شوفوا هيكل ورشيد حالات، راح نشوفوا الحالات يلا. كامل فيه كم حالة؟ ثلاث حالات. ثلاث حالات، الأولى هي خاصة بي نسيت دوك يجيبهم لنا فيها ضربتي زوج. انا نتحدث معك لان مو مجهزه في الصور. ضربوا فهمني ومح طلبوا مازالوا شويه. تفضل محمد عندك هنا يا قربوا للمسافه. يعني شوف الدقيقه 62، شوف الكره لما جات الكره اللاعب واش دار؟ شوف بيده غير هذيك زعما تاع شوف راها في يده تغيرت، راحت هنا ديفيا لو بالون بيده داخل منطقه. شوف خليها هذه هكذا ها لي كره، غير مسار الكره داخل منطقه العمليات، عودها اون بلان. تكفي 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 محمد. ايوا هذيك ضربه جزاء. شوف اللقطه الثانيه هنا، لا وجود لضربه الجزاء، هو كانت عنده الكره الاخر، لا دفع لا شوف ها شوف واضح ولا شيء فعلا، لا وجود لضرب الجزاء. طيب عكس هو ارتكب خطأ. ايه احنا انا نقول لا وجود لضرب الجزاء. لضرب الجزاء هذه اللقطه لا استطلب في ضرب الجزاء. ها شوف جبد البالون اللون، خليه يمشي ها وحده ها. اذا لا وجود فعلا، لا وجود لضرب الجزاء. هذا كل ما في هذه فيه طرد. راي خلاص فيه طرد. طرد الصوره واضحه. لا الصوره واضحه. طرد مستحق. طرد مستحق كان اللي يقول ماشي. لا نفس الحاله التحكيميه الطرد هذاك اللي صرا في 98 هاي عندك هذه. شوف خليها تمشي، خليها شوف واش دار له. طلع هاي ليك نفس الطرد اللي صرا لزيدان مع اللاعب السعودي في كاس العالم 98 نفس الحاله. لهذا الفيفا تشدد على هذه الحالات، لابد شوف راح تقدر يفيتيه، كان متعمل. قادر متعمل. كان قادر يطلع ويفيتيه. هنا ضربوا بالعالي وهنا لي كرومبون في اللحم نتاعو، حاجه خطيره وخطيره جدا الطب. هنا يستحق البطاقه الحمراء وكان موفق الحكم في هذه الحاله. فعلا رجعتنا حتى لكاس العالم 98 محمد زكريني. نصل الى النتائج الترتيب والجوله المقبله. نصل إلى المحترف الثاني ونبدأ بالمباريات التي لعبت اليوم. طبعا الوقت مشى بسرعة. نبدأ بالمباراة الأولى والتي جمعت بين اتحاد الحراش وترجي مستغانم، وحضرها كريمة عثمان. اتحاد الحراش الباحث عن الهروب من منطقة الخطر استقبل ترجي مستغانم المتعثر والآخر في الجولة السابقة بميدانه أمام شبيبة سكيكتا. المباراة بدأت بحالة تحكيمية مثيرة والمطالبة على مرتين بضرب الجزاء من قبل فريق اتحاد الحراش. اتحاد الحراش الذي حاول أن يصل إلى مرمى الحارس بولعويدات بكل الطرق في الشوط الأول، لكن للتسديد من بعيد، ولهذه التمريرات جاءت بنتيجة تحركات كل من عواد وكذلك إزماني وبقية اللاعبين لم تكن
تأتي بالجديد. أجمل لقطة في الشوط الأول كانت هذه من عواد، مباشرة تمريرة لبومشرة ليضيع كرة وفرصة كبيرة من أجل افتتاح باب التسجيل. في الشوط الثاني فرصة وحيدة لترجي مستغانة لم تغير شيئا، مثلما لم يغير دخول لما لأشياء كثيرة في هذه المباراة. وكرة جميلة من عواد وجدت أحسن لاعب في المباراة حارس ترجي مستغانم بولعويدات، فرصة كبيرة وكبيرة جدا لعياطي وبعد ذلك لفقي، وتعددت الفرص ولكن اتحاد الحراش عجز عن الوصول إلى مرمى المتألق كما قلت بولعويدات، وتعثر آخر يعقد من مأمورية فريق اتحاد الحراش، ونقطة ثمينة جدا لترجي مستغانم في مباراة كانت صعبة للطرفين. وترجي مستغانم يبقى في وسط الترتيب، بينما المعاناة تبقى تلازم فريق اتحاد الحراش مع حالة أو حالتين تحكيميتين محمد زكريني في هذه المباراة. عم سيد نسيب ومغلوط طم رابط، وإن كان حالة تحكيمية على ضرب الجزاء رشيد وتشينكس. تشينكس وهيك شوف هنا الكرات التسديده، شوف شوف اليد وين راها، يطلع مباشره اليد اليمنى منعت الكره من المرور وهي ممدوده، وهي ممدوده. شوف خلي هنا يعني ضربه جزاء لم يعلن عنها الحكم، شوف خليها تزيد تولي. شوف هذه بالنسبه للحاله الاولى. الحاله الاولى، الحاله الثانيه لا وجود لضربه جزاء لان الكره ضربت في ظهره، شوف ضربت في ظهره، لا وجود لضربه جزاء. إذن الأمور واضحة محمد زكريني. للمباراة الثانية والتي جمعت بين اتحاد البوليدة وجمعية وهران، وحضرها بلال بناري. أكبر المتفائلين في بيت اتحاد البوليدة لم يكن يتوقع بأن الفريق سينتظر في بطولة هذا الموسم إلى غاية الدقيقة 86 من الجولة 17 حتى يعلن إبراهيمي بهذا الهدف عن أول فوز للفريق ويجعل هذا المناصر يدرخ دموع الفرح. إنه فوز الأمل بالنسبة لاتحاد البوليدة، ولو أنه جاء أمام فريق هو الذي سيطر بالطول والعرض فحاول إسعد بياته الرأسية التي مرت فوق إطار مرمى الحارس بوطاقة، رد عليه تواتي برأسية لم تقلق حارس جمعية وهران. الفرصة الثانية كان وراءها بغداوي براسية أخرج الحارس بوطاقة، ثم يأتي الدور على بالرملة بتسديدة من خارج منطقة العمليات لم تمر بعيد عن إطار المرمى في المرحلة الثانية، واصل حارس اتحاد البوليدة التألق فصد هذه التسديدة على مرتين من خلف الله. الضيوف كانوا الأفضل في هذه المباراة، وهنا أتي الانطلاقة من جانب مولاي الذي قام بالواجب، توغل ووزع ولكن التسديدة لم تكن في مستوى التوزيع واصطدمت بالدفاع. الجمعية كانت الأقرب إلى التسجيل وضيعت الكثير من الفرص سيما هاته بعد الانطلاقة من جعفالي وجها لوجه مع حارس ممتاز اسمه بوطاقة. المعركة التكتيكية بين المدربين سليماني وحنكوشي استمرت إلى غاية اللحظات الأخيرة، فرحي كاد يحول هذه الركنية إلى شباك اتحاد البوليدة الذي انتظر إلى غاية الدقيقة 86 عندما تمكن إبراهيمي بهذه التسديدة من اقتناص هدف ثمين وثمين جدا جعل الفرحة الهستيرية تعم مدرجات ملعب براكني بالبوليدة، خاصة وأن الاتحاد لم يفز منذ انطلاق البطولة، وما جعل هذا المناصر الوفي يدرف دموع الفرح. طبعا دموع الفرح بالنسبة لاتحاد البوليدة، آخر فرصة كانت هذه التسديدة، انتهت المباراة بفوز ثمين لأشبال حنكوش يفتح لهم الأمل من أجل الصراع على البقاء. الفريق بقاش نعرفها مليح، اون بليس الاسبوع اللي فات تغلب على الرعيد، دونك الفوز تاعنا ماهوش ساهل، مي نظن على حساب الاراده والاداء تاعنا كنا نتغلبوا في المقابله قبل الدقائق التوالى، مي الاراده تاعنا ويعني ما حبسناش يعني وصلنا حتى اللي فزنا فوز ثمين 3 نقاط سورتو كسب المورال اللي كان ناقصنا بزاف.
الى المباراه وقبل ذلك تحكيميا محمد زكريني. الصخراوي ريموش ودولاش بدون اخطاء تحكيميه. اذا نمر الى المباراه المواليه وهي التي جمعت بين شبيبه بجايه ووداد تلمسان وحضرها يوسف الرزيق. بخلفية لقاء الجولة الأخيرة من العام الماضي عندما ضيعت الشبيبة الصعود في تلمسان لعبت هذه المباراة التي تأخر فيها أيضا ثلاثي التحكيم المكلف بإدارة اللقاء كل من عاشوري طامان وبن حمودة بأزيد من 30 دقيقة لسوء الأحوال الجوية. انطلقت المباراة التي عرفت في دقيقتها السابعة المطالبة بضربة جزاء بعد تمريرة يوسف معمر وسقوط خرزي. الشبيبة وصلت الضغط إلى أن افتتحت باب التسجيل عند الدقيقة 18 بعدما حول العائد هشام مختار ركنية بايتاش إلى الشباك معلنا عن تقدم الجياسمبي. رد فعل الوداد تأخر إلى غاية الدقيقة 24 عندما وجد القائد حاج بوغاش نفسه وجها لوجه مع الحارس مكراش الذي أحسن التعامل مع الكرة. هذه الكرة حركت الشبيبة وتقدم بايتاش للهجوم وأكمل اللقطة غانم بفتحة على شكل تسديدة سكنت شباك الوداد معلنا عن تقدم المحليين بهدفين دون رد. البجاوية وصلوا الضغط بمحاولات لم ترتقي للمستوى المطلوب وهو حال كرة حاج بوغاش التي طالت على مهاجمي الوداد. 6 دقائق فقط عن بداية الشوط الثاني الحكم عاشوري يمنح ضربة جزاء لشبيبة بيجايا بعدما عادت كرة خلاف إلى معمر يوسف الذي سدد الكرة فأصابت يد أحد المدافعين. ضربة الجزاء تولى تنفيذها بنجاح دواجي معلنا عن الهدف الثالث واحتفالية جماعية تقاسمها اللاعبون رفقة الأنصار فوق المدرجات. لتختلط الأوضاع عند الدقيقة 55 وعراك بين اللاعبين الحكم عاشور يمنح البطاقة الحمراء ليوسف معمر من جانب شبيبة بجاية والبطاقة الصفراء لسعدي عن وداد تلمسان. الهدف الرابع والأخير جاء على الجهة اليمنى لشبيبة بجاية بعد عمل جميل وفتحة مميزة من خلاف تجد خرزي في الاستقبال وتسجيل الرابع. بوغاش حاول أن يختبر فطنة الحارس مكراش مرة أخرى لتشتعل المدرجات وتتوقف المباراة لبعض الوقت. وبعد نهاية الوقت الرسمي للمباراة ويتوقف اللقاء لأزيد من 8 دقائق إلى أن عادت الأمور إلى حالتها الطبيعية وأنهى الحكم عاشوري المباراة بفوز شبيبة بجاية ب4 أهداف كاملة مقابل 0 لوداد تلمسان. بري اليوم برومي ماتش تاعي برومي بيت، نشكر بزاف لصحابي بزاف اللي عاونوني بهاد الانطلاقه هذه، ان شاء الله جينا لهذه الايكيب بنيه صافيه، ان شاء الله نديروا الماكسيموم باش نردوا الواجهه باسكو هذا الفريق ما يسهلش المكانه اللي راه فيه، ونشكر بزاف صحابي ولي سيبورتير اللي عاونونا بزاف ان شاء الله، نقول بزاف لي سيبورتير السكاس ومكاس. Ben oui, tout de suite, il faut l'oublier parce que la violence appelle la violence. Et si on va parler encore de violence, ça ne va pas se terminer. Déjà notre football, il est malade par rapport à tout ça. Si nous aussi, on va parler de violence, ça va déchaîner encore des choses extraordinaires. Par rapport à ce match, c'est une victoire méritée, 4-0. C'est une preuve que les joueurs, ils ont un niveau quand même. Les Makounes, la phase aller, la phase aller, ils étaient un peu perturbés. Alhamdoulilah, donc, نو باللي قادرين وكما قلت سي ان فيكتوار ميريتي وين ربحنا لاري لامانيير. على كل المباراة لا تستحق ان نتحدث عليها لما ظهر فيها وما تابعناه من صور عنف هذه الاحداث وهذه الصور التي نبقى ندينها الى ابد الابدين، خاصة والمباراة هي اولا واخيرا مباراة في كرة القدم، يعني لا مجال للحديث عن مثل هذه المباريات رغم أننا لا ننقص وهذا لا ينقص من قيمة وسمعة لا وداد تلمسان ولا فريق شبيبة بجاية، لكن نبقى ندين هذه السلوكات والتصرفات الصبيانية والعلامة أو البطاقة الحمراء لمن تسببوا في هذه الأمور. إلى المباراة الموالية والتي جمعت أمس بين اتحاد بسكرة ورائد القبة السعيد بالعز حضر هذه المباراة. اتحاد بسكرة
استقبل على أرضية ملعبه في أمسية باردة مدرست رائد القبة. الحوار الكروي على أرضية الميدان طبعته أجواء ساخنة بالرغم من برودة الطقس خارج الميدان. أبناء الزبان بقيادة المدرب الكناوي نذير وضعوا هدف المحافظة على البقاء كهدف لا بد عنه. أما الرائد المدرسة ذات التقاليد العريقة فوضع أمانة القبة لدى المدرب القسنطيني منير الزغدود وبمساعدة خبرة وسط الميدان اللاعب الأسبق لشباب الوزداد السعيد بوطالب والمهمة وضع الرائد على السكة الصحيحة. وهذه بعض المحاولات التي شاهدناها في المرحلة الأولى التي انتهت بالتعادل السلبي 0 لمثله. المرحلة الثانية اعتمد فيها الاتحاد على العمل الهجومي في حين اعتمد أبناء الرائد على خطة معاكسة وهي جدار الصد وغلق المساحات والاعتماد بين الحين والآخر على الحملات المعاكسة. إلى غاية الدقيقة 83 حينما استفاد اتحاد بسكرة من ركنية على الناحية اليمنى للحرس شويحة والكرة التي نزلت إلى عمق المنطقة المحرمة وجدت بالمرصاد بن عاشور الذي وقع أولى وآخر إصابات اللقاء لصالح اتحاد بسكرة أمام فرحة عارمة على خط التماس وفوق المدرجات الساخنة في اليوم البارد. ونهاية المقابلة بتفوق الاتحاد بهدف يتيم وبطاقة استحقاق لتشكيلة الشابة لرائد القبة التي تستحق دعم ووقوف الجميع، فالرائد يستحق هذا وأكثر. شكرا سعيد بالعز. أيضا نوجه ربما نداءنا لمسؤولي ملعب بسكرة وفريق اتحاد بسكرة حتى يمكنوننا من وضع كاميرا في مكان لائق حتى نشاهد صور لائقة تليق بمقام اتحاد بسكرة وكل من يزور اتحاد بسكرة حتى يشاهد الجمهور الرياضي الكريم صور لائقة إلى حد ما. ذكريني تحكيميا الأمور، ولو أننا ما قدرش نحكمه في وضعية مثل هذه الكاميرا ما تشوف وشن شاب بن جهان عمري ولد سلامة، يعني هذا سيدي جان كان اليوم زوج ولا فصيح سيتان جان اللي راح نشوفوه درك مع سعيدة. هذو شبان تاع المستقبل، أدى مباراة يعني ما شفناش حالات تحكيمية معناه كان في المستوى، ولو أن الفريق المحلي سجل هدف في الدقائق الأخيرة في الدقيقة 83. لا رولاف كينا إن شاء الله بإذن الله إن شاء الله. إلى المباراة الموالية وهي المباراة الأخيرة التي لعبت اليوم بين مولودية سعيدة وسريع غليزان، حضرها سيف الدين بن زردة. بنية تحسين الموقع على مستوى جدول الترتيب، استقبل فريق مولودية سعيدة سريع غليزان الباحث عن 3 نقاط تجعله على مقربة من أصحاب المقدمة. أشرف على السريع في هذا اللقاء بالجلال نور الدين، وعلى المولودية المحضر البدني باكلي عيسى في انتظار منح الإجازة لعبد الكريم لطرش مع السريع وإلياس أعراب بالنسبة للمولودية. الفريق المحلي كان المبادر بالهجوم عبر فرص ومحاولات لم تحقق المطلوب. أول رد فعل لسريع غليزان جاء عند الدقيقة 22 عبر هجمة مرتدة، نمديل ليستغل انفراده بالحارس سفيون ويمضي أول أهداف المباراة. أصحاب الأرض حاولوا تعديل الأوضاع ولكن الهجوم كان خارج الإطار. وفي آخر لحظات الشوط الأول فوت كوريبا فرصة مضاعفة النتيجة للسريع، ليتجه الفريقان إلى غرف تغيير الملابس على وقع تفوق الضيوف. الشوط الثاني سار في اتجاه واحد وعرف سيطرة المولودية. بسعيد أرسل تسديدة بعيدة المدى وبأطراف الأصابع حولها زيدي إلى الركنية. الركنية نفذت ورأسية حكار وجدت زيدي في المكان المناسب مرة أخرى. السعيديون واصلوا الضغط واستفادوا من ركلة جزاء أعلنها الحكم فصيح عند الدقيقة 71. الركلة انبر لها شيخ حامدي وأهدرها أمام تألق الحارس زيدي. هذا الأخير واصل أداءه الرائع وحرم مولودية سعيدة من العودة في النتيجة، لتنتهي المباراة بفوز ثمين للسريع رفع به رصيده إلى 27 نقطة، فيما عجزت مولودية سعيدة
عن تحقيق الفوز لسادس جولة على التوالي. ووجد أو وجب البحث عن الحل قبل فوات الأوان. بشكل عام مزياني غيل، نفس الفرق التي تنافس من أجل الصعود تقريبا منذ بداية الموسم. نعم، إلى حد الآن مازال ثلاثة وأربع فرق، ممكن الآن أصبحت أكثر نوعا ما، لأن في بعض الفرق اللي رجعت بتنافس على المراتب الثلاثة الأولى، ولكن الحظوظ واضحة بالنسبة للعلماء، بالنسبة لشلف تلمسان كذلك ومقرى مفاجأة صارت. نعم، ومقرى مفاجأة، هي حقيقة المفاجأة هذه إلى حد الآن اللي حققت نتائج إيجابية وكبيرة جدا، يعني غير متوقعة. ولو واحد كان يتوقع أن مقرى يصبح في هذه الوضعية، وهذا راجع لاستقرار على مستوى الإدارة تاعهم، وكذلك بعد مجيء عزيز عباس، يعني نظن أن الفريق خضى حجم آخر وعنده طموحات أكبر ويتنافس الآن على الصعود، ويستحق أن يكون من بين الصاعدين بالنظر للنتائج المحققة حتى الآن. رزقتي سموكا، هل فيه فرق بين الرابطة الأولى والثانية؟ لا يعني بالنسبة لك فرق وين يكون؟ لا، فيه إمكانيات فقط؟ فيه الفرق في الإمكانيات، فيه أيضا فرق لبعض الفرق يعني فيما يخص المشاركات في البطولة الإفريقية أيضا. ومن ناحية يعني نقولوا احنا ليماج، الصورة يعني الصورة تاع ليك ان هي صورة أكثر يعني نقولوا بلو ميدياتيزي مقارنة بالخدمة في الله. الإنسان تروح بكلمة يعني فوارق بسيطة، لا هي فوارق تبع يعني تبع لازم يا هي فوارق فوارق بسيطة. محفوظ، أولا نوجه التحية لسيد أحمد بوبكري وأمين ميقاتلي اللي جاوا معك اليوم. هل أهداف الفريق تتغير من بعد هذا التحسن، أم تبقى الأهداف هي نفسها؟ ربما تتغير بعد حصولنا على 38 نقطة، عندما تحصل على 38 نقطة بالتالي تتحسن الأهداف أخرى في الفعل، لأن تسير البطولة هي بمقابلة بمقابلة وبمستوى إلى مستوى. الحديث على أهداف أخرى هي سابق لأولها على ما أظن. ضمن فريقي هو فريق عنده سنوات فقط في قسم الوطن الأول يبحث عن تأكيد وجوده في قسم الوطن الأول. أظن باللي المنظومة كاع الفريق تأول مزاكم في مرحلة التعود يعني المفروض. لا، الحمد لله احنا فريقنا فريق يعيش كعائلة كمسيرين أو محبين الفريق، هذه الأشياء جعلت من الفريق يتحسن من موسم إلى آخر. ضف إلى ذلك أننا نحن بصدد إنجاز مركز التدريب، احنا رانا في قيد الدراسة إن شاء الله، نريد بحث عن ممول لهذا المركز الذي سوف يبعث فريق نقول تكوين. أن التكوين هو أساس تاع الفريق، خاصة أن المنطقة تزخر بمواهب كثيرة، حتى علو مدينتنا هو تقريبا 1000 متر، شيء يحسب هذا على المدينة. أظن بهذه الأشياء تستحق نوعا ما أموال، تستحق التفكير، لأن كرة القدم العصرية هي كما تطرق الأخ الكريم الفاضل هي إنتاج، أصبحت إنتاج فعلا. ما تبقى دائما تخرج غير في الدراهم، أظن بلي هذا شيء ما بقاش، لازمنا نغير التفكير تاعنا حتى يبقى الفريق يدخل ويخرج في الدراهم إن شاء الله بإذن الله. ونداءنا موجه لرجالات المدية بالأخص لكي يمولوا مثل هذه المشاريع حتى تنتج مدينة المدية وما جاورها من مدن، لأنها قادرة عن أن تنتج لاعبين في المستوى. محفوظ يليق محللة. عجبني أخينا اليوم دام بزاف. لا، حبيت المباراة تاع سعيدة ما ننساوش، سرتو كي يكونوا حكام شبان ماشي هذا حكم فصيح. حدثت لي قبل المباراة. حدثت لي بعد المباراة. ولاية ميلا اللي دار يعني هذو الشبان اللي لازم ينيروا له بمنظر. بشكل عام تحكيمين هذه الجولة؟ لا، فيها وين كانوا أخطاء وين مؤثرة يعني في نتيجة المباراة. الآن لأن النقاط عندها أهمية كبيرة، لهذا لابد من الحكام يكون التركيز كبير. الفريق ينهزم بخطأ تحكيمي مؤثر، ولكن لازم يديروا في حاجة في بداية البطولة. أنا عجبني اليوم تكلم مليح، 16 فريق لازم واحد يدي البطولة، ثلاثة كي تكون مير بطولة تاع العالم تاعنا ثلاثة يحبطوا. طيب سؤال، هذه ما عبد الرزاق، علاش اللهجة اليوم؟
واش معني بالبرنامج؟ يعني كل صراحة يعطيه الصحة تتبع معنا البرنامج. لا نشكروه يعني كل ما قدموا طيلة مرحلة الذهاب هذه. ما هو صعب أنك تجلس، صعب وصعب جدا إرضاء الجميع غاية لا تدرك. وزيد حاجة واحدة أخرى، نختلفوا في التقدير، تقديري وتقديرك، ولكن لا نختلف النص القانوني. النص القانوني لا يختلف، لا يختلف، ولكن نختلف. أنا ضرب الجزاء، أنت مش ضرب الجزاء، هذا اختلاف، والاختلاف رحمة، ولكن يكون الاختلاف بوزيتيف، اختلاف إيجابي. إيجابي هذا ما كان. ركرك في المستوى يا محمد، يعني استفدت كثيرا من هذا حضر جيدا، لانه كان خايف. قلنا وكان انا عندي امتحان في البرنامج هذا، لانك لاول مره ما تنساش، لانك تلفزيون الجزائري على المباشر، والملايين فعلا داخل الوطن وخارج الوطن زلت لسان كلمه تخطئ فيها تحتسب عليك. ونحن في خدمه مشاهدينا، ويعني بالعام احنا تاع الناس كل، يعني تاع الناس كل، ونتمنى ونسعى لان كنا موضوعيين في تحاليلنا سواء التقنيه الفنيه او التحكيميه، نصل الى النتائج الترتيب والجوله المقبله. طبعا وصلنا الى الدقائق الاخيره من عمر هذا البرنامج محفوظ بقلقه. شرفتنا كما جبتنا معك. انا ايضا تشرف بوجودي معكم، واشكرك اخي مسعود على هذه الاستضافه. شكرا على شرف كبير بوجودي بجانب الى الشيخ مزيان إيغيل، اسم كبير في التدريب، الله يبارك ما شاء الله. ايضا سعيد جدا بعوده محمد زكريني الى البلاطو، الذي بكل صراحه اصبح يعني أصبح مطلب جماهيري، مطلب جماهيري فعلا. شكرا. وأنا جدا مسرور بحضوري معك، وأيضا الأخ الفاضل رزقي الذي كان مميزا اليوم. الحمد لله. وأيضا اسمحوا لي بتقديم هذه الهدايا الرمزية. أيوة مليحة الهدايا، مليحة. زكريني تحب الهدايا ولا لا؟ يا رجل الدنيا، الرسول صلى الله عليه وسلم قال لك تهادوا تحابوا. أيوة لعن إبليس كان يبعد الهدايا. أيوة طيب. ألوان فريق أولمبي المدية. تفضل الشيخ. شكرا. هدية رمزية بسيطة. شكرا سي محفوظ. شكرا صديقي العزيز. شكرا. ذكرني ما تخليش الفراغ هذا، تحدث كش ما تحكي لنا، كش ما تقول لنا، كش ما تودع جمهورك. أعطيك الصحة. تحية كبيرة لجماهيرنا، يعني استوديو المحترفين، متابع. أنا عندي زملاء في كندا، في كل بلدان العالم. شكرا رئيس، بارك الله. يعطيك الصحة سي محفوظ. قميص الفريق للبرنامج. البرنامج ولا ليك ذكرني؟ لا البرنامج. أنا سهل علي، راح المدية نجيب. أعطيك الصحة، شكرا. راح المدية نجيب معك. شكرا بارك الله فيك، أعطيك الصحة. شكرا. شكرا شكرا سي محفوظ، وإن شاء الله مشاريع أخيرة مرة ومرات. بارك الله فيك رئيس. أيضا بدوري فيها بعض المشاهدين الأوفياء لبرنامج استوديو المحترفين، عمار ومحمد بعاج من قرارة جاؤونا وقدمونا هذه الهدية القيمة من القرارة. شكرا لهم ولسكان منطقة القرارة ولكل محبي برنامج استوديو المحترفين. وصلنا هيكل إلى ختام البرنامج. شكرا رزقيتي سموكا، إن شاء الله مرة ومرات. إن شاء الله. شكرا على الدعوة والاستضافة. يعطيك الصحة. شكرا محمد زكريني. شكرا مسعود، جمهورنا الرياضي الكريم. محفوظ شكرا. شكرا جزيلا أخ مسعود. مزيان غير شكرا. شكرا سقسم قاز للجميع. للجميع، لكل الجزائريين، نتمنى أن يكون خير بركة وخير أمن وأمان وسلم بين كل الجزائريين. شكرا أيضا موصول لزملاء بالاستوديو رقم 2 بقيادة هيكل قاسمي ورشيد ميكيداش. ألقاكم سيداتي سادتي في مناسبة رياضية قادمة بحول الله. السلام على الجميع.
Thank you.